شارك برأيك حول المواقع المقترحة لمستشفى جديد في منطقة هايولدا. لدينا رؤية مشتركة لنا جميعاً لنعيش حياة صحية وسعيدة. اتفقنا على استراتيجية لتحقيق ذلك بعد التشاور معك في عام 2018 ميلادية، ونحن نسعى الآن إلى استثمار كبير في العديد من مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء كارمن ثينشر وكيريديون وبيمبروكشير، بالإضافة إلى توفير المزيد من الرعاية في منازلكم ومجتمعاتكم. فإننا نخطط أيضاً لبناء مستشفى رعاية عاجلة ومخطط لها، هذا حتى نتمكن من جعل خدماتنا أقل هشاشة من خلال الجمع بين فرق الأطباء والممرضات وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية للعمل معاً بشكل أوثق مع مرافق أفضل للمرضى والموظفين. مستشفى برونغلس وأبرستويث ومستشفى الأمير فيليب خلانخلي ستبقى بشكل أساسي كما هي، لكن غلانويلي وكمارثن وويثيبوش وهافرفوردوس ستبقى مستشفيات مجتمعية. اتفقنا على أن مستشفانا الجديد يجب أن يكون في مكان ما بين نباريث وسنت كليرز أو بما في ذلك في جنوب منطقتنا، هذا لأنه الأقرب بالنسبة لمعظمكم ما لم تكن أقرب إلى مستشفيات برونغلس أو موريستون. لقد قدمتم لنا اقتراحات بشأن المواقع، وبمساعدتكم وبمساعدة الخبراء قمنا بتقليصها إلى ثلاثة مواقع نريد آراءكم بشأنها. موقع حدائق ويتلاند أسبرينغ هي أرض زراعية تقع في الشمال الشرقي من ويتلاند على بعد أقل من ميل واحد من وسط المدينة، تقع بين الطريق السريع A40 إلى الشمال وملعب الرجبي في ويتلاند إلى الشرق ومنازل حدائق سبرينغ في الجنوب. موقع ويتلاند تي نيوذ عبارة عن أرض زراعية ومباني تشكل جزءاً من مزرعة تي نيوذ. يقع الموقع إلى الشرق من موقع معمل ألبان ويتلاند القديم ووسط المدينة، ويقع الطريق A40 على بعد أقل من ميل واحد إلى الشمال من الموقع. يقع موقع سنت كليرز غرب سنت كليرز على بعد أقل من ميل من وسط المدينة وبالقرب من بول ستراب. ليس لدينا موقع مفضل للمستشفى الجديد، لا يزال الأمر مفتوحا للمناقشة ونريدكم أن تعرفونا الذي تعتقدون أنه الأفضل ولماذا. مخاوف قد تكون لديكم بشأن أحد المواقع حتى نتمكن من تجنبها أو معالجتها أو تقليل تأثيرها، أي شيء آخر تعتقدون أننا بحاجة إلى معرفته؟ لدينا المزيد من المعلومات حول كل موقع ونريد منك قراءة وثيقة استشارتنا أو الملخص لمساعدتكم في تكوين آرائكم وملء استبيان. يمكنكم القيام بذلك عن طريق زيارة موقعنا على الإنترنت hduhb.nhs.wales-new-hospital-site للحصول على الكثير من الموارد المفيدة بما في ذلك اللغات البديلة والإصدارات التي يمكن الوصول إليها لتلبية احتياجاتكم، حضور حدث بالقرب منكم أو الانضمام إلينا في حدث عبر الإنترنت، إرسال بريد إلكتروني إلى hyweldda.engagement@wales.nhs.uk أو الاتصال بنا على 0300-338-322. أسعار المكالمات المحلية، نريد أن يشارك الجميع ويتبادلوا وجهات نظرهم. يمكن لأي منا تلقي العلاج أو زيارة مستشفانا الجديد أو ربما العمل هنا في المستقبل. نريد حقا أن نسمع من الأشخاص الذين قد يكونون عرضة للخطر أو أكثر تأثرا بمقترحاتنا، هذا حتى نتمكن من النظر بعناية في وجهات النظر هذه عندما نختار أو نستبعد المواقع من الدراسة. نأمل أن نتخذ هذا القرار لاحقا في عام 2023، لكن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل أن يتم إنشاء مستشفى جديد وفتحه لكم. يرجى المشاركة وإبداء رأيكم في مستقبل الرعاية الصحية في هايولدا. شكرا لكم.